ومعانا الأستاذة فاطمة. أستاذة فاطمة، ألو. ألو يا فندم، اتفضلي. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مفروض لحضرتك عندي مشكلة وعاوزة حضرتك بس يعني تصبر عليا وأنا بحكيها. الله يبارك لك. اتفضلي. أنا من كام سنة رحت عملت عملية عند طيب دكتور. ربنا يديك الصحة يا رب. ربنا يعزك، ربنا يعزك. المهم الدكتور قال إيه؟ قال إن في حاجة ضغط على العصب. طيب. أيا كانت بقى الحاجة دي، كيس دهني، كيس دموي، أي حاجة. طيب. هي احنا هنستأصلها في العملية. طيب. وحدد مبلغ العملية واخده كامل قبل إجراء العملية. طيب. وهو اللي حدد المستشفى. طيب. رحنا المستشفى ديت وأنا تحت العملية طلب أخويا كان معايا في المستشفى. يعني قبل ما يخلص العملية طلبه وقال له إن أنا لقيت ورم هو اللي هنشيله، يعني اللي هيتشال ده ورم. طيب. فأنا هاخد فلوس زيادة. طيب. طبعا أنا كنت تحت العملية فأخويا طبعا من خوفه وكده قال له طيب. طيب. وبعد ما خلصنا العملية طبعا يعني هو المبلغ اللي اتحدد هو اللي خده بالكامل، وقال ان في جزء هيتم استئصاله هو اللي ضغط على العصب. طيب. فانا دلوقتي الفلوس ديت يعني ديت دي حلال ياخدها معين؟ وبعدين يا دكتور يا فضيلة الشيخ، حتى واحنا موجودين في المستشفى واحنا خارجين لقينا ناس عندهم نفس المشكلة برضو، تاخدت فلوس عملية وبعدين بيطلبوا منهم فلوس زيادة. طيب. أنا طيب، أنت بتسألي دلوقتي على إن أنت اتفقتوا على أجر معين لإجراء العملية كامل. حاضر. وأخده كامل. حاضر، أجر معين لإجراء العملية وأخده كامل قبل العملية، وبعدين أثناء العملية طلب فلوس تانية لأن هو بيقول إن العملية كانت أكبر من العملية اللي كان متوقعة. طيب، أنت بتسألي عله أن يأخذ هذا المال ما دام حصل تراضي بينكم؟ حصل التراضي ما بين اخو حضرتك وما بينه، خلاص يجوز ان هو تاخد ده. لكن انت بتسالي هل هو كان صادقا في ده؟ انا ما اقدرش اقول لو كان صادق ولا مش صادق، لكن اللي حصل ان هو خد الفلوس منكم بالتراضي. اخد الفلوس منكم بالتراضي. طب اذا اخد الفلوس منكم بالتراضي هل ده يكون حراما عليه؟ ابدا، هو اتفق معاكم وبعدين قال لكم والله أنا شايف إن العملية دلوقتي مقدارها أكتر من كده. أنتوا كنتوا ساعتها ممكن تقولوا له لأ، وممكن ساعتها تقولوا له أه، فأنتوا قلتوا له أه، فحصل التراضي بينكم. فأنت بتقولي لي دلوقتي هو أخد فلوس أكتر مما اتفقنا عليه. لأ، هو أخد فلوس بعد أن تراضيتم. فلذلك الفلوس اللي خدها ده حلال؟ أه حلال. هتقولي طب مش تستنى شوية تروح تتأكد من اللي يعمل كده في الفتوى؟ ده غلطان، لأن أنت بتسأليني، أنت مش متنازعة، ما فيش نزاع بينكم أنتوا الاتنين عشان أسمعه. أنت بتسأليني الشخص اللي عمل كده هل يكون آثما؟ لا، هو دلوقتي قال لحضرتك والله أنا لما عملت كذا 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 وجدت أن في زيادة، خلاص في تراضي بينكم، خلاص يبقى المال اللي أخده ده مال حلال وليس مالا حراما.